غالي يطلع رمضان او الله طليق على طول بيسلم غالي في مكان خطير، هيعمل ايه؟ عايز يخش في الزحمه، ولكن السكه كانت مفتوحه على طول يضغط عليه، وجنبه حكم اللقاء ستيفن مون اشار باستمرار اللعب وعدم وجود اخطاء. الكره لحسام غالي والتدخل من طارق حامد، هنشوف اللقطه مره ثانيه في الاعاده، تدخل ولعب سليم على الكره وحكم اللقاء على بعد امتار قليله جدا جدا. ادي اللقطه، حسام غالي كان قدامه السكه مفتوحه، ولكن هو اللي راح لسكه طارق حامد ولسكه مدافعي نادي الزمالك. تعليمات وتوجيهات. ادي الكره مره تانيه، كان فيها سرعه وكان فيها مساحات في دفاع نادي الزمالك، كان ممكن يسدد وهو مواجه في المرمى على طول حسام، لكن القرار مهم جدا جدا القرار. ومن جديد دقيقه لاستعاده الحيويه. ادي الكوره وادي اللمه وادي المحاوله والتدخل من طارق حامد بعيد تماما تماما